نتقدم بالتهاني والتبريكات إلى شعبنا الغالي شعب العراق، وإلى الأمة جمعاء إن شاء الله، وإلى قواتنا الأمنية بأن يحفظ العراق ويحفظ أهله ويحفظ قواتها الأمنية إن شاء الله. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيد كل عام وكل سنة بخير ويمني وبركة إن شاء الله على عراقنا، ونشوف عراقنا إن شاء الله والأمانة تحققت للناس، وإحنا نفرح عندما نشوف شعبنا الحمد لله رب العالمين شعب فرحان شعب سعيد إن شاء الله. العيد هو فرحة لكل طفل بالعراق، يعني نتمنى يعني العراق يفرح بهذا العيد، عيد كبير يعني هو يحبوه يعني يجي. ونشكر قواتنا الأمنية على حماية بلدنا العراق الحبيب، ونشكر كل أعضاء الفرق، ونشكر كل من ساهم في بناء هذا الوطن، نشكر الله على أمانيته وحمايتنا من كل عدو. بمناسبة عيد الأضحى أريد الأمان، الأمان والأمن إن شاء الله، وعادة النازحين إلى أماكنهم. عيد مبارك على جميع أبناء الشعب العراقي وعلى المسلمين جميعا، كل عام أنتم بخير والصحة والسلامة وتحقيق الأماني.